بنحييكم على شاشة تلفزيون لبنان، رح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول لهنا. أهلا وسهلا فيك ستودا، كيفك اليوم؟ كيف كان هالويكند معك؟ منيح كتر خلق الله، مشكور ربنا على كل شيء. كيف التلجات؟ اوه بجنة، بس في محلات بعد في منيح بجنينة، بس خير يلا. بس هيدي سقعة. بس في سقعة، سقعت سقعت بيروت تجي من فوق التلجات. حلقتنا اليوم أنا والست هدى هي دجاج على الطريقة المكسيكية. بدي صدر دجاج على ثلاثة فلفلة حلوة، خضرة واحد، أحمر واحد، وأصفر واحد، بس الأصفر بعده عندهم. الكيلو 45 ما بدي أجيب. زنجبيل حبة صغيرة، بندورة ثلاث حبات أو حبتين وسط، زبدة شرحتين، بصل حبتين، ثوم عدد أربعة، فطر طازج 150 جرام، بدي بابريكا ملعقة صغيرة ونص، زنجبيل ملعقة صغيرة، برجوز طيب، ملح بهار أبيض. يلا نبلش بالشغل. أول شيء دائما بنحط البصل على النار. هيدا زبط ولا بعد؟ هيدا لا. لا خلاص أوكي. نفرم البصل نص جانح. هون شرحة زبدة، شرحة الزبدة بنحطها. ايه شاف، يعني مش معقول الأسعار. هلأ كنت عم بتقول نحن الفلافل قديش تريناها؟ هيدي هاي 22، هيدي 45. 45 معقولة أكثر إيه؟ من نص. ايه طب انه ليه مثلا هي زيتها إيه؟ هي هون ما عم بتكلفت أكثر ولا الشتلة أغلى، يعني هون صارت قصة ماركتينج. يعني ماركتينج انه على الطلب للمطاعم الاوتيلات الثقيلة خليه يدفعوا حقها، عرفتي كيف؟ ايه الاسعار ما عم تنزل بعد. ايه يعني نزل الدولار وما نزلوا الاسعار، ما هيك شوي صغير الدجاج بس. اوكي هلا الدجاج بيرخصوه شوي تيبين انه رخصنا. ايه بس في كتير اصناف لا رخصت الدولار وما رخصت. هالزنجبيل نقشرها قطع طاسة صغيرة، ما نقلع هيدي الزنجبيل مجبورين نقطعه رفيع لأنه حد بيطلع، إذا تركناها شقفة كبيرة تطلع حد. الزنجبيل انفرم ناعم، نكمل البصل،
ولا لك شو بدي اعمل؟ يلا من بعد ما احط لك البصل بالمقلايه افتحي لي هون يحط قشرة الزنجبيل مع الباستا بتطلع طعمة طيبة بالزنجبيل. وبناخذ اتصال. الو بونجور شيف. بونجورين. بونجور شيف انطوان. بونجور، اهلا وسهلا فيك حبيبي. اهلا اهلا فيك شيف. بدي اسالك شو فينا نعمل بالتمر او بالرطب اذا دقت فيهم تعمل تحموضه؟ السمنه. الو الو، شو سمعتي دخلي؟ اول شيء سمعت شو فينا نعمل بالتمر. التمر اذا في حموضه. عم تسمعني شيف؟ التمر صار فيه حموضه. هن حبوب حبيبي، هن حبوب التمر. ايه 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 شيف، حبوب التمر او علبة الرطب بس اشتريها اذا بقيت وقت عم بتصير فيها طعمة حموضة، شو ممكن اعمل فيهم؟ هلا اذا عم تسويهم للحلو ما بيأثر، بس ضيف عليهم سكر بتروح الحموضة منهم. للحلو، بس اذا عم تاكلها هيك مزبوط بتبين ساعتها شو بتعمل. نزلها نتفة صغيرة بالماي الحلو، انقعهم قبل 5 دقايق بالماي، بعدين شيلهم وبتاكلهم بيطلعوا بتروح الحموضة منهم. طيب شاف، بينعملوا دبس كمان؟ بينعملوا دبس ولا ما بيمشي لحالهم؟ ما بيمشي حالهم، بس بينعملوا تمر للحلو، تمر للحلويات بينعملوا. ايه اوكي. طيب شيف، بدي اسالك مشان هيدا اللي ملبس فينا نعمله شيء بالبيت؟ ملبس شو؟ ملبس البونبون؟ ايه ملبس مثلا على قدامي على شوكولا. ايه بينعمل. صعب ولا سهل؟ يلا تكرم، هلا بشرح لك طريقه. ميرسي كثير يا شيف. بخاطرك حبيبي كتير. بخاطرك. كمان ناخذ اتصال. الو الو، دورة الدجاج ونقلبهم على نار قوية ليتقلوا. بتنعمل سندويشات مكسيكان.
بونبون منجيب نص كيلو سكر بنحط عليه نحط معه فنجان قهوة ماي ملعقة كبيرة عسل وقشرة حامض بنحطهم على النار وبغليهم 7 دقايق بياخذ اتصال ومنتابع الو 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 بونجور بك يسعد لي صباحك ومساك تسلم تسلم يا اهلا وسهلا فيك شيف انطوان بالنسبة للوبي البدري اللي بدنا نعملها مونة بالتلاجة نعم هيدي قلت حضرتك مرة بدنا نسلقها نعم إذا سلقناها ممكن تخسر الفيتامينات تبعها هلا بتخسر شوي أكيد ألو ألو معك أنا معك إيه بتخسر شوي أكيد ما بتأثر يعني لا شي بسيط من فيتامين سي و بي هاو بيروحوا بيروح قسم منهم شوي صغيرة وقديش بدنا نخليها على النار؟ 3 دقايق 3 دقايق؟ نعم هي مغلية الماي من نسقطهم؟ نعم ايه وهلأ اللي عندي مش عاملهم هيك مثل ما اني حطيتهم بالتلاجة عم حطهم على النار على البريستو عم بيطولوا كتير لحتى يستووا لأنك مش سلقهم مش سلقهم في شي طريقة مثلا فينا نقعهم بالكربونات قبل فيك بس بك ترجع تغسلهم قبل ما تستعملهم اكيد فيك قداش بحط لهم تقريبا 12 دقيقة 12 دقيقة بس هالقد بس هالقد والكمية قداش بحطها الكربونات للكيلو نص ملعقة صغيرة انا ممنون عينك تكرم عيونك يا عمي انت ذهب اغلى من الذهب تسلم تسلم كلك ذوق حبيبي الله يقويكم يا رب تسلم يلا بلش حطي هالبهارات هاي ملعقة صغيرة زنجبيل وبابريكا نرجع الفلفل الحلو الحمراء جوز الطيب هي الفلافل الالوان يلي هي تعطيها المنظر الحلو لها بس هلا لونين كافيين يعني بيمشي حالهم هاي الفلافل الحمراء هلا الفلافل الحلة
بس ما في فلافل حلا فيك تستعمله رب الهريس. بس كان بدنا اياها او بالشري. هي بدها شوي حل. ايه هي بدها شوي. هلا فينا نخفف ما نكتر بس الا ما بدها. وبناخذ اتصال. الو 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 بونجور شيف انطوان. نعم يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. الله يخليك. لك عندي سؤالين. أول سؤال المايونيز اللي علمتنا عليه قديش فيني خليه بالبراد؟ قلت لك آخر شيء تحط له ملعقة خل مغلية. بحط له ملعقة خل مغلية قدر يهدي. بصير يهدي شهرين بالبراد. شهرين. نعم. أوكي. بس بدي أسألك كيف بيعملوا الباجيت؟ خبز الباجيت. نعم. خبز الباجيت. كيف بدي أعملها؟ ايه تكرم عيونك. تكرم حبيبي. هلا الفلافل الحارة بنفرمها ناعمة مش مثل هوديكي مثل ما قلنا مشان ما يطلع حر كتير بفرد لقمة. لنرجع للبونبون. هلا بنشرح الباكيت. البونبون لها نص كيلو سكر، فنجان قهوة، ماي، ملعقة عسل كبيرة. إذا ما في عسل بنحط حامض السكتريك معهم تقريبا ربع ملعقة صغيرة. بنجيب قوالب نسكبهم بقوالب من بعد ما أعمل لون السكر مثل ما بدي، وفي أحرقهم على النار كراميل يعني بدون مي بالأول، بس يصير لونهم أشقر بحط لهم ساعتها الماي، برخيهم، بحط لهم حامض السكتريك او العسل وبسكبهم بقوالب. هلا اي نكهه بدي اياها فيها اعملها معهم بضيف لها اما اسونس او شوي صغيره من العصير. نوصي النار. وين هون؟ ايه هي الفطر. استعملوا فطر طازة أو معلب. شو صار شايف الطازة أرخص؟ أرخص مش هيك جبت أرخص. مع أطول بوفر. لا أنا بلا قبل كان المعلب أرخص. واللي هذا أغلى. هلا بالعكس صار. لأنه بطل في استهلاك على يغلوا المعلب. ما حدا بيشتري بدل واقف على الرف. مش نايم واقف على الرف. أما العلب قصدك. إيه الطازة. إيه. اما الطازة اذا ما نبيع بده يروح بده ينتزع بيضطروا يرخصوه، بصير تاخذيه ارخص من المعلب. يعني تغير كثير اشياء بطريقه العيش تبعنا. العيش تبعنا عم يتغير بعد، مش ما وقفنا هون، بعد في تغير. بعد في ايه؟ نفرمهم بهالشكل. الخبز عادة شاف بيسألوك على طول هالسؤال عن الخبز أو عن الكعك البريوش، يعني أهم شيء بموضوع الخبز هو التخمير. أكيد هو اللي بخليه يطلع بالأخص بهالأنواع هيدي. إيه؟ يعني هي التخمير، إذا كانوا ما بيقدروا يخمروها مزبوط ما رح تطلع مثل ما بيشوفوها بالفرن. مزبوط. فينا نشوف الباجيت. يلا يا حنشرح له إياها. وهيدي اخر حبه. بمدوا الطازه اكثر من المعلب. بمد. ايه. الباكيت. اول شيء فينا نسويه من القمح الكامل، وفينا نسويه من القمح العادي. واوقات بنضاف له بعض الاشياء يلي بيقولوا عنها زياده صحيه. كثير من الحبوب المطحونة فينا نضيف له بنسبة 15% ما بيأثر. لكل كيلو طحين بدي ملعقة كبيرة ونص خميرة بالباكيت، بدي ملح
ملعقة صغيرة زبدة أو زيت نباتي 70 جرام، سكر ملعقة كبيرة ونص. أول شيء بوعي غميق بخلط ملعقتين طحين مع ملعقة سكر مع ملعقة خميرة مع 3/4 كباية من المي الفاترة، الفاترة يعني بحط إصبعي بالمي وبرجع 1/10 يعني إنه ما يحس بحريق. وبتركهم مغطيين مع بعضهم 45 دقيقة. برجع ضيف الطحين بوعي لوحده غميق، ضيف عليه باقي السكر وباقي الخميرة والملح، بخلطهم مع بعضهم. هاي الخميرة تخمرت بنقلها كلها سوا عليها وبضيف عليها 70 جرام إما من الزبدة أو زيت النباتي، بخلطهم معهم، بعجنها بالماء الفاترة، حطها في قوالب خصوصي لإلها للباجيت، بجرحها بسكين كتير رفيع أو بشفرة، شفرة حلاقة أو موس كتير رفيع، بشرحها تجريح وبتركها بالخمارة. هلأ إذا يلي عنده خمارة 22 دقيقة بالخمارة بيمشي حالها، يلي ما عنده خمارة لازم يتركها على شيء 3-4 ساعات لتختمر. بعدين بنخبزها، ندهن وجهها بصفوة طحين. شو يعني؟ بحط ملعقتين طحين، بحط نص كباية ماي، بخلطهم، بخليها تروق، الماي طبيعيتها بدهن وجهها لخبزة الباكيت، برجع بنفوتها على الفرن. بدها بالفرن حوالي نص ساعة على درجة حرارة 180، منشيلها منتركها لتبرد ومنستعملها ومنقول لك ألف صحتين. شاف صفوة الطحين ليه حطيتها؟ بتعطي شوي لون ذهبي. اوكي. طيب هلا تنقول خمارة، يعني المقصود انه في خمارة بالبيت بتتواجد يعني قياس بيتي؟ لا، انا بقول يلي عنده. ايه بس بالعموم بالبيت في خمارات بشكل عام؟ لا، بس لك شو بيعملوا؟ اما اهل الجبال يعني محل ما عم يتدفوا بالوجاء. وين الوجاء؟ مش بالوجاء، حد الوجاء. حد الوجاء. تختمر. اوكي. اذا كنا هون نحن مثلا عم نشتغل بهالفرن، بنرجع نخبزهم فيه، بندور الفرن ونحطهم عم سفاية فوق منه، بيمشي الحال بهالعملية. بس إذا ما في بدهم 3-4 ساعات. ناخذ اتصال. ألو ألو ألو، بونجور. بونجور شيف، من فضلك سؤال إذا بتريد. تكرم عيونك. كيف بدي أفرم بصل بدون ما يحرف عناية؟ كيف فكت أفرم؟ أفرم بصل بس عناية ما يحمي يحرقه. رش علي قبل ما تفرمه شوية خل. نعم. بيفتح الحنفية. بس هيك؟ بس هيك شوية خل. ايه؟ أبيض أو خل تفاح أو خل عنب. ايه؟ رش عليه شوي بخف تقريبا 50%. بس ما بتغير طعمته؟ لا، أنت عم ترش على القشرة. طيب شكرا. تكرم حبيبي، تكرم. شكرا. وهو عم بيفرم البصل شاف بدور بيفتح حنفية المي. ايش بتنفع الماي؟ بتخف من وجهه. بصير يحس انه كانه اخف. طيب اوكي. بس هو فعليا لا، بحس بس احساس. رح نتوقف مع محطه اعلانيه ونتابع حلقتنا انا والست هدى عبر شاشه التلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا انا والست هدى. هاي البندوره عم نفرمها نص جانح كمان. البندورة لتشيل النشاف من صدر الدجاج.
حيالها باستا يمشي حالها معهم، مش ضروري الباستا يعني لو على الفراشة. ايه نحن اليوم نقيناها الموديل. بنذكر انه هالبرنامج هو برعاية يماما، هالاصناف الطيبة من دبس الرمان، صويا صوص، خل البلسميك، خل العنب، خل التفاح، مظهر، موارد، ملح، مايونيز، كاتشب، جميع انواع المربيات على انواعها، الطحين، الباستا كمان، ان كان معكروني وان كان من انواع الباستا، كلها من شركة يماما. نتفة صغيرة دقيقة ناخد اتصال. ألو ألو شيف، بونجور. بونجورين، كيفك؟ يعطيك العافية والله يقويك. تسلمي، كلك ذوق. يرضى عليك شيف، صاروا عدة شتات عم يسألوك عن النمورة وما عم بيكون في وقت. يلا أيدي عندك، طول عمرك. نص كيلو سميد، أوكي، كباية طحين فرخة، ثلاث ملاعق سمنة أو زبدة، سكر كباية وربع، خميرة البيرة ملعقة صغيرة ونص، حليب بودرة ثلاث ملاعق، ملعقة أكل بيكن باودر ملعقة صغيرة ونص. تحركيهم كلهم سوا مع بعضهم، بتضيفيلهم ماي، ماي فاترة، ليصيروا تقريبا مثل العجين الرخوي. بتجيبي صينية تدهنيها طحينة أو زيت، ترجع بتحطي عليها طحين، بتشيل الطحين الزايد، بتنزليها عليهم، بتقطعيها تقطيع شكلي، ترجع بتحطي فلقة من اللوز أو فستق السوداني أو الكاجو، وبتتركيها ترتاح مع بعضها حوالي نص ساعة. بعدين بتدخليها على الفرن، الحرارة من تحت، هي بنص الفرن بتحطيها على درجة حرارة 180-190، بدها بالأول 20-22 دقيقة. بترجع بتطلعيها، بتجيبي سكين وبتغمقي محل ما علمنا الزيح الشكلي اللي حطينا فلقة اللوز، بتغم إلى كعب الصينية، وانتبه إنه الصينية ما تكون من النوع يلي بتنتزع على السكين. بتزيحيها، نرجع مندخلها على الفرن 7-8 دقايق لينشف كعبها. بهالوقت بتكوني حاطة على النار 600 جرام سكر، 3 كبايات، حاطة معهم 2 كباية من الماي مع قشرة حامض، تغليهم على النار 3 دقايق، بتشيل النمورة سخنة من الفرن، القطر سخن، بتحطيه عليها، تتركيه ليبرد 3-4 ساعات، وبيطلع عندك النمورة. تكرم عينك وأهلا وسهلا فيك. أنا هلا هون صفيت الباستا، حطيت زبدة، حطيت الزبدة، عم نعملها سوتيه بالزبدة، زبدة، ورح نحط البهارات. يلا أوكي. زنجبيل ناعم، بابريكا،
شكلها حلو هالباستا. مثل ما قلنا فينا هيدي الدجاج على الطريقة المكسيكية أو صدر الدجاج على الطريقة المكسيكية فينا نسويهم بالساندويش، ساندويش الفاهيتا أو ساندويش الساب مارين أو ساندويش الفرنجي يلي بدكن إياه. هالباستا كتير فيها نكهة بقلبها، فيها بابريكا. رح ناخذ اتصال ونرجع بنشرح لكم. الو 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 بونجور. ايه بونجور سيف انطوان، كيفك؟ بونجور هيني، اهلا وسهلا فيك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ميرسي على هالاكلات الطيبين. تسلمي، كلك ذوق كلك ذوق. ايه سيف انطوان، ممكن تعطينا بليز الريسيب تبع الكواكامول مع الفاهيتا اللي عم تعملها؟ ايه تكرم عيونك. ميرسي بوكو. بدك دغري على التلفزيون ولا بسكر؟ لا سكري دغري، هلا بشرح لك اياها. يلا تكرمي. ميرسي بوك. تكرمي. حلوين طالعين معك الباستا. ميرسي. قالوا كلهم لابسين بابيون رايحين على الحفله. أصبح الباستا فيها النكهة مشبعة، إن كان بنكهة البابريكا أو ببهارات الفيلادلفيا أو ببودرة الزنجبيل مع ملح وبهار أبيض، يعني صارت لوحدها معمولة سوتيه بالزبدة لوحدها بتتاكل، غير إنه يكون مع الدجاج على الطريقة المكسيكية يلي هي موجودة معنا بهالطريقة. شاف هلا اذا هيدا البلا بدنا نحط له صوص، اي نوع صوص بده؟ اه بدك تعملي لوحده بتصير. ايه لوحده. يكون عندنا مي عظام، مي عظام، بتقلي بصله جزره، بتحطي معهم كرات عليك، كرات عليك كراف صلصه فيه، بتحطي معهم ملعقه ونص طحين، بتحركي الطحين شوي صغيره، ملعقه رب البندوره، شوي شو كبايه مي، ملح وبهار ابيض، هيدي بتروح صوص لها. ايه ساعتها مشان ما يطلع ناشف. اوكي. كمان بناخذ اتصال. الو 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 بونجور. بونجور شيف. بونجور هيني، اهلا وسهلا فيكي. بليز بدي اسالك على المكدوس، عملت اول مرتبين طلع طيب، الثاني طلع طعمته مثل سبيرتو، في له حل؟ طلع حامض الثاني واحد؟ سبيرتو طعمته مش حامض، ما بعرف يعني كانه انتزع. طب عملتيه مثل بعضهم؟ ايه ايه مثل بعضهم. بتقولي مثل بعضهم، في فرق. طب خبريني شو الحشوة اللي عملتيها؟ توم وجوز وفليفلة حمراء. وحطيتي معهم ملح شوي؟ ايه ملح خشن لكيتهم فيه هون وصفيتهم. طيب كل شي أربعة أيام. كل باذنجانة؟ ايه كل وحدة بوحدتها. عصرتيها منيح بإيدك؟ رجعتي حطيتي لها شوية ملح خشن؟ ايه سويتها مضبوط، بس ما بعرف ليه طلعت يعني في شيء، في حل نظبط الطعمة؟ ما بدي اتأكد الطعمة شو من الزيت او هني مالحين او فيهم حموضة، لان كل وحدة لها شيء. هي كثير طعمة ما بعرف يعني للكب ولا طعمتهم على حموضة او حدية زيت. ايه او مالحين؟ لا مش مالحين. مش مالحين. ما عم بسمعك مزبوط مدام. ايه ايه عم اقول لك في لهم حل يعني، بزيد لهم حر، بزيد لهم توم، شو بيزبط الطعمه؟
لا على ما عم نقول لك انت شو ملاحظه فيها حموضه او مش زيت؟ ما بعرف والله. طيب لك شو عملي بالاول؟ جيبي راس بطاطا صغير. ايه. جيبي سكين قشريه هو وني، شكشكي بالسكين 6-7 ميلات من الميله لميله. ونزليهم بقلبه، شيلي باذنجاني، نزلي له محلهم وسكر عليه واتركيه جمعة. رجعي شوفي خفت الطعمة أو بعدها مثل ما هي. أوكي شكرا كثير. أوكي تكرم عيونك. الله معك. تكرمي. يا أهلا وسهلا فيكي. أشوف بالعادة أنت ما قدير، لكن بدي أقول لك إنه مشكلة المكدوس يعني فينا نقول نحن وين بيكون مشكلتها مثلا بالزيت. إيه ممكن تكون بالزيت، ممكن تكون إذا ما انعصر مزبوط الباذنجان هو بيحمض. ايه اكيد صار هون الحموضه بقلب الباذنجان، هون صار اصعب. إيه؟ اذا كان الزيت بتغير الزيت وبنستعملهم بغير وحده، اذا مالح الزيت فينا نخففه شوي اذا قليل براس بطاطا، اذا كثير بنشيلهم بنستعملهم باكلات الفاصوليا وما تبع ونحط غيرهم. بس والجوز والجوز اذا كمان اذا محنحن الجوز مشكله هون، ما في ما في حل، ما فينا نعمل. يمكن يكون محنحن مع الجوز. ايه في عده اشياء ما ليش عم بسالها، هي مش عم تعرف من شو. اوكي يمكن الجوز محنن وما عم تقدر ما عم تعرف، يمكن يكون اخذ رطوبه، هالرطوبه عفن الجوز. ايه وطحن رطوبه مش عارفه بيعطي. اوكي هيك اوكي فينا نشوف المقادير. رح نشوف المقادير عبر شاشه تلفزيون لبنان. أنا بالست يلي طلبت الصلصة يلي هي بتتقدم معها أو مع الفاهيتا اللي بتروح معها، أهم شيء الأفوكاد تكون ناضجة، حبة أفوكا مستوية، يعني نكبس عليها من الخارج يكون أصابيعنا إذا بدنا نشد يفوتوا لجوا. مش لازم يكون لونهم أسود أبداً، يعني إذا استوت كتير بيكون لونها أسود، منا صالحة للأكل، صالحة للأكل بس مش صالحة للشهية للمنظر. نضيف عليها كزبرة خضراء، خيار ناعم، بندورة ناعم، زنجبيل، هي الزنجبيل الأخضر مثل هيدي الشقفة، كمان قطعة صغيرة ناعم مع ملح وبهار أبيض وبيطلع عنا كتير طيبة. ميرسي ست هدى على معاونتك على الطبق الطيب اللي كان دجاج على الطريقة المكسيكية. حلقتنا لليوم انتهت، على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام. بنشوفكم بخير ودائما عبر شاشة تلفزيون لبنان، ومنقلكم باي باي.